ثم قال رحمه الله: ولا يفيد القطع ما يوافق الإجماع، البعض بقطع ينطق، وأوجبا في طبقات السند، وأوجبا في طبقات السند تواترا وفقا لدى التعدد، وأوجبا في طبقات السند أي في جميع طبقات ومراحل سند وسلسلة هذا الحديث لابد أن يكون عدد التواتر موجودا هناك، وأيضا أن يكون هؤلاء بنوا وأسندوا روايتهم وخبرهم إلى محسوس. فالشروط التي ذكرت هناك لابد أن تكون متوفرة في جميع طبقات السند. قال رحمه الله: وأوجبا، أي قل بوجوب توفر تلك الشروط في جميع طبقات السند، وأوجبا في طبقات السند تواترا وفقا أي بالاتفاق، لكي يكون الخبر متواترا لابد وأن تكون تلك الشروط متوفرة في جميع طبقات السند، هذا باتفاق، وفقا أي بالاتفاق عند التعدد أو لدى التعدد، أي حينما يكون السند أو الطبقات متعددة، فهناك صحابة رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتابعون رووا عن الصحابة، وتابعوا تابعين رووا عن التابعين، إذن هناك طبقات عدة، طبقة الصحابة، طبقة التابعين، طبقة تابع التابعين، هلم جرى. إذن في هذه الطبقات لا بد وأن يكون عدد التواتر متوفرا في كل واحدة منها لكي يكون الخبر متواترا. أما لو كان غريبا أو عزيزا في الطبقات الأولى ثم تواتر في الطبقات الأخيرة فإن هذا الخبر لا يوصف بالتواتر في الاصطلاح، بل لا بد من وجود هذا التواتر في جميع الطبقات إذا كانت متعددة، كما قال هنا رحمه الله: وأوجبا في طبقات السند تواترا وفقا لدى التعدد، أي عند تعدد هذه الطبقات لا بد من أن يكون التواتر موجودا في كل واحدة منها. ثم قال رحمه الله: ولا يفيد القطع ما يوافق الإجماع، والبعض بقطع ينفق. في البيت السابق من أمثلته حديث إنما الأعمال بالنيات، فإنه مع كونه تواتر في الطبقات الأخيرة إلا أنه في الطبقات الأولى غير متواتر، فبالتالي هو لا يعد من المتواترات، لأن هذا الشرط قد اختل، أي شرط التواتر في جميع الطبقات، إذن لا بد من التواتر في كل طبقة لكي يكون هذا الحديث متواترا. قال رحمه الله: ولا يفيد القطع ما يوافق الإجماع، الخبر الذي أجمع على مدلوله، أجمع على وفقه، أجمع على معناه، هذا الإجماع لا يدل على أن هذا الخبر صحيح صادق 100% عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قال هنا حكاية للقول الأول. فقال رحمه الله: ولا يفيد القطع ما يوافق الإجماع، أي خبر الآحاد الذي لم يبلغ حد التواتر، أما إذا بلغ حد التواتر فلا يحتاج إلى إجماع عليه أو عدم إجماع، فإنه بنفسه يفيد العلم والقطع واليقين، أما إذا لم يكن متواترا فإذا وجد هناك إجماع على مدلول هذا الخبر فهل ذلك دليل على كونه صحيحا 100% عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك أو أنه فعل ذلك، أو لا نقول بذلك؟ فقال رحمه الله عن القول الأول: ولا يفيد القطع ما يوافقه، إذن القطع بصدق الخبر لا يستفاد بكون الإجماع منعقدا على مدلوله، ولا يفيد القطع ما يوافق الإجماع، ما أي الخبر الذي يوافق الإجماع أو جاء الإجماع مؤكدا وموافقا لهذا الخبر، هذا ليس دليلا على كونه صحيحا 100% عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث النسبة. ولا يفيد القطع ما يوافق الإجماع، والبعض بقطع ينطق، هناك بعض آخر يقول: بلى، إذا كان الإجماع قائما ومنعقدا على وفق هذا الخبر وعلى مدلوله ومعناه فإننا نجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الخبر وقد قال هذا القول أو فعل هذا الفعل يقينا بدون أدنى شك أو تردد.
فقال رحمه الله: والبعض بقطع ينطق، أي البعض يقول بقطع الصدق فيه، أي بأن الصدق فيه متحقق قطعا في هذا الخبر، لأن الإجماع جاء على وفقه. وبعضهم، القول الثالث في المسألة، وبعضهم يفيد، أي البعض الآخر يقول إن هذا الخبر الذي أجمع على مدلوله يفيد القطع بصدقه إذا كان مستند الإجماع هو هذا الخبر. وبعضهم يفيد حيث عول عليه، أي إذا كان المعول في الإجماع على هذا الخبر فإننا نقول نعم هذا الخبر صحيح 100% عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لما أجمعت الأمة على القول به، وإلا فكيف الأمة تجتمع على شيء غير مؤكد صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون، كما في بعض الروايات. هذا الحديث من أدلة حجية الإجماع، ولكن كما هو المشهور في بعض الروايات أو في بعض الأقاويل: لا تجتمع أمتي على ضلالة وما أشبه ذلك. فالأمة إذا أجمعت على مدلول خبر كيف تجمع على شيء يحتمل أن يكون خطأ؟ يقول: هذا لا يمكن. إذا كان مستند هؤلاء على هذا الخبر فإننا نجزم قطعا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله أو أنه فعل هذا الذي حكي عنه. وبعضهم يفيد القطع حيث عول عليه، أي على هذا الخبر، على هذا الخبر. وبعضهم يفيد حيث عول عليه. إذن هذه ثلاثة أقوال في المسألة. على سبيل المثال، اتفاقهم على قاعدة الأمور بمقاصدها، وعلى قاعدة الضرر يزال، وعلى قاعدة اليقين لا يزول بالشك. هذه قواعد مبنية على أخبار وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. هذا خبر ليس متواترا، لكن العلماء أجمعوا واتفقوا على مدلول هذا الخبر، وأن العمل لا بد فيه من نية إذا كان مقصودا به التقرب إلى الله تعالى. إذن إنما الأعمال بالنيات، لما اتفق العلماء على القول بمدلول هذا الخبر حتى قعدوا عليه هذه القاعدة العظيمة: الأمور بمقاصدها، فهل نقول هذا دليل على أن هذا الحديث قطعا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا نقول ذلك؟ على الأقوال الثلاثة، والذي يظهر العلم عند الله أنه يدل ويؤكد على صحة نسبة هذا الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند أصحاب هذا القول الثالث، يبدو أن هذا القول هو الأقرب للصواب هنا، لأن الخبر إذا اتفق على مدلوله وعلى العمل به فهذا يؤكد على أن هذا الخبر صحيح عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا للزم أن تكون الأمة مجتمعة على شيء يحتمل أن لا يكون كذلك. وإن كان بعضهم يقول في نحو: لا تجتمع أمتي على ضلالة، أي على ضلالة يعلمونها، وهذا التعبير غير صحيح في الواقع، بل ظاهر الأحاديث وظاهر النصوص أن الأمة معصومة، أن الأمة معصومة عن الاجتماع على الخطأ. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم كذلك أو وهم ظاهرون، فهذا يدل على أنه لا يمكن أن يجتمع جميع الناس على ضلالة، فلا بد وأن يكون هناك من يقوم عجاجهم ويصحح خطأهم إذا وجد هناك عجاج أو خطأ. أما لو اتفقوا جميعا على خبر ما أو على أمر ما فهذا الأمر يكون قطعا صدقا وحقا. وقولهم هنا في القول الثالث يفيد حيث عول عليه فإنه يفيد القطع، نعم نقول كذلك، إذا كان مستند الإجماع هو هذا الخبر فإننا نجزم بصحته عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كان مستندهم شيئا آخر فلا نحكم على هذا الخبر بالصدق يقينا، نقول إنه يفيد الظن أو غلبة الظن وما أشبه، حتى يصل إلى مرتبة إفادة العلم بقرائنه أو بأمور أخرى.
لكن إذا كانوا قد بنوا إجماعهم على هذا الخبر فإننا نقول وإن لم يكن متواترا هو إلا أن هذا الإجماع الذي ساند هذا الخبر يدل على صدق هذا الخبر ونقطع بذلك. قال رحمه الله: وبعضهم يفيد حيث عول عليه. وانفه إذا ما قد خلا. وانفه أي وانف ماذا؟ وانف القطع بالصدق، واقطع بصدق خبر التواتر. إذن القطع بالصدق منفي عن هذه الحالة الثانية التي يذكرها هنا. وانفه إذا ما قد خلا من مبطل مع دواعي رده، أي إذا كان هناك خبر ليس متواترا وهذا الخبر لم نجد ما يبطله وما يرده ويكذبه مع توافر الدواعي على رده والأسباب التي تدعو إلى إبطاله ورده، لكن خلا هذا الخبر من هذا المبطل، فإننا نجزم بصحة هذا الخبر وأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله على قول. إلا أن المؤلف هنا رحمه الله قال: وانفه، أي وانفع القول بقطعية صدق هذا الخبر إذا كان العبرة أو إذا كانت العمدة في القطع بهذا الصدق مجرد كونه خلا من مبطل مع توفر الدواعي على رد هذا الخبر. قال رحمه الله: وانفه، أي وانف القطع بصدق الخبر إذا كان خاليا من مبطل مع دواعي الإبطال، أي مع وجود الدواعي على الإبطال. فهنا لما نقرأ نقول كما نظم رحمه الله: وانفه إذا ما قد خلا مع دواعي رده من مبطل، ولكن المعنى إنما هو وانف القطع بصدق الخبر إذا ما قد خلا، إذا خلا من مبطل، أي هذا الخبر ليس هناك أحد كذبه أو أبطله مع دواعي رده، أي مع وجود الأسباب الداعية لرد هذا الخبر وإبطاله. قال رحمه الله: كما يدل لخلافة علي، أي الأحاديث التي وردت في فضل علي رضي الله عنه وبعضهم فهم منها أحقيته في الخلافة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. توهم البعض أن هذا الحديث يدل على أن علي رضي الله عنه يكون هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الأمر كذلك. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. يقولون إن بني أمية الذين عرفوا بالتنازع مع جماعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هؤلاء كان بإمكانهم مع وجود السلطة بأيديهم كان بإمكانهم أن يردوا هذه الأخبار فيقولوا هذه غير صحيحة، أو أن يختلقوا أشياء تناقض هذه الأخبار. إذن هؤلاء لم يبطلوا ولم يردوا هذه الأخبار مع أنهم كانوا قادرين على ذلك، فهل ذلك دليل على كون هذه الأخبار صحيح نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم 100%؟ فهل نجزم بصدق نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول رحمه الله: لا، وانفي القطع بصدق الخبر بمجرد كونه خاليا من مبطل مع توفر الدواعي لإبطاله. إذا كان هذا فقط فإننا لا نجزم بصدقه، وإن كنا قد جزمنا بصدقه فربما لأمور أخرى أو لقرائن أخرى ككون هذا الخبر ورد في الصحيحين وقد تلقت الأمة أخبار الصحيحين بالقبول وما أشبه ذلك، فربما نعم كما سوف يأتينا في أخبار الآحاد إن شاء الله. ولكن إذا كانت العبرة فقط بأنه خال من مبطل مع وجود الدواعي للإبطال فهذا مجرده لا يكفي للجزم والقطع بصحة هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يدل لخلافة عليه. ولكن في هذا التمثيل شيء من النظر، لأنهم إذا قالوا إن بني أمية كانوا قادرين على أن يبطلوا هذا الخبر لوجود العداء بينهم وبين كذا، لا، لم يكن هناك عداء بينهم وبين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا بينهم وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه،
لن يكون هناك عداء. أما هذه النزاعات السياسية والخلافات التي طرأت بين الصحابة رضوان الله عليهم اجتهدوا فيها فوقعوا فيما وقعوا فيه. ونحن نعم نقول إن الحق كان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه في نزاعه مع معاوية رضي الله عنه. أما بعد ذلك فهل نقول إن بني أمية كانوا جميعا على عداء مع علي وجماعة علي؟ لا يمكننا أن نقول بذلك، بل نحسن الظن بهم جميعا، لا سيما وأن في بني أمية أيضا صحابة رضي الله عنهم أجمعين. فنحن نقول لو أنهم مثلوا بأحاديث أخرى أو بأمثلة أخرى ربما يكون أسلم ولا يكون هناك أي نوع من الخدش أو من القدح في أي من خيار هذه الأمة. قال رحمه الله: كما يدل لخلافة علي، وهو كما مثلنا هنا تبعا لتمثيلهم هم في شرح هذه الأبيات. ثم قال رحمه الله: كالافتراق بين ذي تأول وعامل به على المعول. حالة ثالثة: ولا يفيد القطع ما يوافق الإجماع، وانفيه إذا ما قد خلا من مبطل مع دواعي رده، كالافتراق بين ذي تأول وعامل به. إذن هذه حالة ثالثة، يقول لا تجزم بصحة هذا الخبر وصدق نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقطع بذلك إذا كان هذا الخبر اختلف فيه، فبعضهم عمل به وبعضهم قال به تأولا أو تأويلا. إذا جئنا مثلا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما التصديق للرجال والتصفيق للنساء، أو التصفيق للرجال والتصفيق للنساء، فهذا الخبر كما فهمه الجمهور إن النساء إذا ناب الإمام شيء في الصلاة فإنهن يصفقن، والتصفيق يقول ليس بالكفين وإنما بباطن كف على ظهر كف أخرى أو بظهر الكفين معا وليس بالتصفيق بباطن الكفين، يقولون هذا من فعل الفسقة وأهل الأهواء والمجون. إذن فهنا النساء حينما يصفقن، هل هذا هو معنى الحديث التصفيق للنساء أو التصفيق للنساء؟ الجمهور قالوا نعم هذا هو ما دل عليه هذا الحديث، والمالكية رحمهم الله قالوا لا، الحديث هذا معناه ذم التصفيق. لماذا تصفقون أنتم؟ لما ناب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في صلاته صفق بعض الصحابة، فلما قال لهم إنما التصفيق للنساء فهم المالكية رحمهم الله أن هذا من باب ذم التصفيق، كيف تصفقون؟ التصفيق للنساء وليس من باب تشريع التصفيق للنساء داخل الصلاة إذا وجد هناك خطأ. فهم تأولوا الحديث هكذا على أنه للذم وليس لتشريع التصفيق، فقالوا الجميع يسبحون. فهنا نقول: هل كون هؤلاء الجمهور عملوا بهذا الحديث فقالوا النساء يصفقن، والمالكية لم يعملوا به وإنما تأولوه، هل نقول بما أنهم جميعا قبلوه فإن هذا دليل على صدق نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو ليس هذا دليلا على القطع بصدقه؟ فهذا هو الخلاف هنا، كالافتراق بين ذي تأول، أي إذا افترق العلماء واختلفوا في حديث ما قبلوه جميعا ولكن هؤلاء عملوا بظاهره وهؤلاء تأولوه لم يردوه وإنما تأولوه، أي فسروه بتفسير آخر، فهل نقول بما أنهم جميعا قبلوا الحديث فإن هذا الحديث أكيد أنه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ كالافتراق بين ذي تأول وعامل به على المعول. إذن على المعول والمعتمد والذي يرجع إليه ويرجح في هذه المسألة، فإن هذا لا يدل على القطع بصدق هذا الخبر، وإن كان التأويل يتضمن قبول الخبر. لو لم يكن هذا الخبر مقبولا لدى مؤوليه لقالوا إنه خبر مردود ليس صحيحا أصلا لا نقول به ولا نلتفت إليه، لكن لما تأولوه
دل ذلك على أنهم لا يكذبونه ولا يردونه، إذن هم قابلون لهذا الخبر. والذين عملوا به الأمر هناك واضح عندهم، لأنهم عملوا به بناء على أنه مقبول عندهم، إذن اجتمعوا جميعا في قبول هذا الخبر. لكن طريقة قبولهم اختلفت، فهل نقول بما أن القبول من حيث الجملة متوفر لدى الفريقين معا فإن هذا يدل على أنهم مجمعون على صحته، وبالتالي نحن أيضا نجزم بصدق نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لا، ليس الأمر كذلك، على المعول أي على القول المصحح والمعتمد عليه والمرجوع أو الذي نرجع إليه في هذه المسألة. إذن هذا هو معنى قولي هنا رحمه الله، كالافتراق بين ذي تأول وعامل به على المعول. فإذا كان الخبر كذلك فإننا لا نجزم بصدقه أو بصدق نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد كونه كذلك، بكون الفريقين جميعا قبلوه من حيث الجملة، لا يدل ذلك على كونه صادقا تماما عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يحتمل ويحتمل كما تحتمل أخبار الآحاد. لكن إذا وجدت هناك قرائن أخرى تؤكد صحته فإننا قد نرفعه عن درجة الاحتمال إلى درجة القطع بصدقه بتلك القرائن. ولكن هنا أيضا في التأويل والتأويل يقولون إذا لم يكن التأويل على فرض صحة، فيقولون نحن لا نقول بهذا الخبر، ولكن على فرض صحته وعلى فرض ثبوته فإننا نتأوله كذا كذا وهكذا وهكذا. فهنا هؤلاء لم يقولوا بقبوله، لما قالوا على فرض صحته وعلى فرض تسليمه وكذا، فحينئذ هؤلاء ليسوا جازمين بصحته، فهذا لا يدخل في مسألتنا. أما إذا كانوا متأولين إياه دون أن يكون منهم رد لهذا الخبر فإن هذا هو الذي تكلم عنه المؤلف هنا رحمه الله، والله تعالى.